اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. مساء الفل او صباح الخير على حسب مكانكم في اي حتة في العالم. هنبدأ النهاردة جولتنا ببعض الدول العربية واهم الاخبار العاجلة، وكمان اخبار تانية تخص العالم. قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير. اول خبر معانا بيتكلم عن دولة العراق اللي حالها اتشقلب النهاردة، والسيناريو ده كنا كده متوقعين انه يحصل، بالرغم ان كنا عمالين نقول لغاية دلوقتي المظاهرات سلمية والموضوع ماشي كويس، ولكن اتقلب الحال بعد اعلان مقتدى الصدر اعتزاله رسميا عن السياسة بعد ما تم او بعد قضاء المهلة اللي كان سايبها بحل البرلمان. مهم، خلينا في اخر حاجة نازلة. موقع روسلين بيقول اشتباكات وانفجارات داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. هيقولوا ايه الجديد؟ لا، الموضوع ده بعد ما الدنيا هديت رجعت الاشتباكات تاني، الكلام ده من حوالي 3-4 ساعات دلوقتي، ولغاية الساعة ولغاية الثانية اللي انا بكلمكم فيها، الساعة دلوقتي بتوقيت القاهرة 1:46 دقيقة، في اشتباكات موجودة في العاصمة بغداد. الخبر بيقول افاد مراسل RT في العراق اليوم الاثنين، اهو عشان الاشتباكات بدأت الحد او يوم الاثنين، كده احنا داخلين على يوم الثلاثة، بان اشتباكات مسلحة تجري داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد. وذكر مراسلنا ان الاشتباكات بين مسلحين تابعين للصدر ومجموعة اخرى، لا تعرف اذا ما كانت القوات الامنية ام الحشد الشعبي ام مجموعة اخرى، يعني مراسل RT مش عارف هم بيضربوا في مين. واضاف ان اصوات الانفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء، واشار ان سيارات الاسعاف اتجهت الى المنطقة الخضراء، موضحا ان المروحيات تحلق فوق المنطقة الحكومية. واديكوا شايفين على تويتر الناس منزلة الصور عن اللي بيحصل، واحد كاتب عاجل فيديو من قرب المبنى البرلمان، تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء، واكاونت تاني على تويتر برضو منزل فيديو بيقول اشتباكات عنيفة في المنطقة الخضراء، واحد تاني بيقول اشتباكات منحصرة الآن في المنطقة الخضراء بين سرايا السلام والفرقة الخاصة، واحد كمان بيقول حرب شوارع في المنطقة الخضراء وسط بغداد، اشتباكات عنيفة بين سرايا السلام وأمن الحشد قرب منزل نور الملكي في المنطقة الخضراء، سماء المنطقة الخضراء تغطى بالرصاص الحي. وكان مراسلنا اللي هو RT قد أفاد بورود أنباء عن دخول قطاعات من سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وقال المراسل إن إطلاق النار كثيف قرب مقر لسرايا السلام بمنطقة الطويسة بمركز محافظة البصرة، وأضاف إن في استهداف طال مقر تابعة لسرايا السلام لها الجناح العسكري للتيار الصدري في بغداد والبصرة. كما ذكر المراسل إن في استهداف تاني طال مقر تابعة لعصائب أهل الحق، وإنه تم استهداف قناة العهد الفضائية التابعة لعصائب أهل الحق في منطقة البلديات بقنابل يدوية ورشقات نارية. الدنيا خربانة في العراق. الخبر اللي معنا بعد كده برضو منذ قليل بيتكلم، من حوالي ساعة تقريبا، الحكومة العراقية تعلن تعطيل العمل غدا في المحافظات. موقع ده صدى البلد بيقول مفيش شغل، الحكومة قفلت كل الأعمال لأن دلوقتي في خطر أمني جديد على الناس، فطبعا لازم يعلنوا بكرة أجازة. أعلنت الحكومة العراقية أعلنت أنها في تعطيل للدوام الرسمي غدا الثلاثاء في جميع المحافظات بسبب المظاهرات العنيفة اللي شهدتها البلاد اليوم الاثنين. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق فرض حظر تجول كامل في العاصمة بغداد والمحافظات بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، ودعت المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن الشائعات المغرضة. الخبر اللي معانا بعد كده من موقع البوابة نيوز بتكلم على إن في خبر مهم جدا، الساعة تقريبا 12:24 صباحا بتوقيت القاهرة، سقوط 5 قذائف هاون بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد. السفارة الأمريكية بتضرب عليها قذائف، وسقطت 5 قذائف هاون على الأقل قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء،
وسط العاصمة العراقية. جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، وقال مصدر أمني عراقي في بيان صحفي إن السفارة الأمريكية فعلت صفيرات الإنذار داخل المبنى نتيجة سقوط القذائف بالقرب من محيطها، ولم يشر المصدر إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما لم يكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم. محدش عارف مين اللي ضرب على السفارة، لدرجة إن الموضوع إن هم يعني فعلوا صفيرات الإنذار عشان يخلوا المبنى بس، ولا صاروخ منهم دخل على السفارة نفسها ولكن كان قربها. الخبر اللي بعد كده نزل برضو من شوية عن ان الكويت تحث مواطنيها على مغادرة العراق، وايران تطالب بالامتناع عن التنقل ده بسبب اللي بيحصل. حثت السفارة الكويتية في بغداد رعاياها الموجودين في العراق على المغادرة، وطالبت بتأجيل السفر للعراق، فيما طالبت السفارة الإيرانية رعاياها بالامتناع عن التنقل في العراق. وأهابت سفارة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر للعراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع اللي بتشهدها العراق حاليا، وحثت السفارة المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. في غضون ذلك قالت السفارة الإيرانية في بغداد عبر حسابها على تويتر إنها بتطلب من جميع الزوار والمواطنين الإيرانيين المتواجدين في مدن العتبات المقدسة منها قربلاء المعلي ونجف الأشرف الامتناع عن التنقل والسفر خاصة إلى بغداد والقذمية والسمراء حتى إشعار آخر بسبب حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق. طيب هل في اخبار جديده؟ في اخبار عاجله لسه نازله من شويه، ده هنعرفه مع بعض. احنا كده دلوقتي في العاجل من 18 دقيقه. صحيفه الشرق الاوسط بتقول عاجل اطلاق نار كثيف في محيط المنطقه الخضراء ببغداد. زي ما انا قلت لكم في ضرب لغايه دلوقتي موجود، ونفس الخبر على العربيه عاجل. الاخبار الان من 21 دقيقه بتقول ارتفاع حصيله الضحايا في اشتباكات المنطقه الخضراء ببغداد ل 20 شخص، كانوا قايلين 1 و2 الموضوع وصل ل 20، احنا بنتكلم على الضحايا لسه الاصابات. وصحيفه الشرق الاوسط بتقول نفس الكلام، وصلوا ل 20 شخص. العربيه من 33 دقيقه بتقول استمرار القصف الصاروخي على المنطقه الخضراء. وفي خبر تاني بيقول اما عن منطقة اسمها النصرية في جنوب العراق فبيقولوا في عودة للهدوء في تلك المنطقة، واطلاق نار كثيف في البصرة جنوب العراق قبل قليل، الكلام ده من 47 دقيقة، ومن 48 دقيقة على موقع الرئيس نيوز، قصف صاروخي يستهدف القصر الحكومي في المنطقة الخضراء ببغداد، وفي اشتباكات عنيفة في البصرة من حوالي ساعة العربية عاجل. وفي كمان معانا اشتباكات بين العناصر الحشد وسرايا السلام من ساعة في المنطقة الخضراء، وحرق مقر العصائب في منطقة المدائن جنوب شرق بغداد، وكمان الخارجية الفرنسية تدعو الأطراف العراقية للوقف الفوري. كل الدول بقى بتتكلم عن الموضوع ده، إن كان دول عربية ولا دول أجنبية، كل بيقول لازما يحاولوا يهدوا اللعب شوية. حريق بمقر حزب الدعوة في الزعفرانية وسط بغداد، القازمي يوجه بفتح تحقيق في أحداث العراق الآن. وكمان في كمان خبر رئيس السيسي أحزنني ما قالت إليه التطورات الحالية في العراق، والرئيس العراقي بيقول دم العراق خط أحمر، الدم العراقي خط أحمر. قلنا بتاع السفارة الأمريكية، حرق مقر ميليشيا العصائب في حي أور شرق، الحكومة العراقية تعلن تعطيل العمل غدا، قلنا ده عاجل، مصادر طبية ارتفاع حصيلة القتلى ل 14، ده احنا خلاص وصلوا 20 دلوقتي، لكن الإصابات على حسب آخر إعلان عنها وصلوا 300 إصابة، والكلام ده من ساعتين. كده احنا جبنا آخر ساعتين من الأخبار العاجلة. مش بس العراق هي اللي بتواجه مشاكل، كلنا عارفين اللي بيحصل في ليبيا. النهاردة كان أول رد فعل، الكلام ده من ساعة فقط، من حفتر يحذر إن الحل الحاسم بيد الشعب، والجيش الليبي لن يقف متفرج على جر العابثين البلاد إلى الهوية. وفي نقطة أتمنى أخوات الليبيين يقولوا لي إن كنت أنا فهمت صح أو فهمت غلط، موضوع اللي حصل من كام يوم مش عد شاف الجيش فيه،
كانوا الاتنين بيضربوا في بعض والميليشيات بتضرب في بعض والجيش منزلش ولا او عمل حاجة. مش عارفة الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، يا ريت تقولولي تحت. فهل ده مقصود علشان الخبر اللي انا هقوله لكم دلوقتي؟ الله اعلم. النهاردة قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ان القوات المسلحة مش هتقف متفرجة على جر العابسين للبلاد للهوية. واضاف حفتر في كلمة لي اثناء زيارته لواحة اسمها الكفرة جنوب البلاد بدعوة من سكانها انه لن ينقذ ليبيا ويفك اسرها ويبني خارطة طريقها الا الشعب نفسه بحماية مين؟ جيشه. وشدد على ان الشهداء لم يدفعوا ارواحهم ليصبح الوطن غنيمة، واشار ان الحل الحاسم يبقى بيد الشعب الذي عليه ان يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته. موضحا انه على الليبيين الا ينتظروا من طبقة سياسية او جهة اجنبية ان ترفع عنهم المعاناة. عنده حق. وضع قائد الجيش الليبي القوة الوطنية الحية ان تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، وقال علينا شعب وجيش ان نتدارك الموقف قبل فوات الاوان كما تداركنا معا خطر الارهاب. وقال ان على الجيش والشعب يكونوا ايد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة اللي ماسكين البلد دلوقتي. جيشكم يعدكم أيها الليبيون الشرفاء بأنه إلى جانبكم اليوم وغدا. فدي برضو كلام مهم جدا، نتمنى أن فعلا نشوفه على أرض الواقع. خبر تاني على روسيا اليوم، بس خبر عالمي المرة دي. النهاردة روسيا في واحد روسي مندوب الروسي الدائم للأمم المتحدة قال أن أمريكا سابت الأفغان لمصيرهم مع الدمار والفقر والإرهاب والجوع. قال المندوب الروسي واسمه نيبنزيا في جلسة المجلس الأمن الدولي في ظل رعاية النظام الرئيس السابق الفاسد أشرف غني اللي هو كان ماسك الأفغانستان، أجرت أمريكا مفاوضات منفصلة مع طالبان، يعني من وراهم من وراء ظهر الأفغان، وده أسفر عن توقيع اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وده أسفر عن ترك الشعب الأفغاني اللي قال لنا زملائنا الأمريكيون مرارا وتكرارا قالوا لنا إن هم هيدافعوا عننا ولكن سابونا لمصيرنا وتركوا وجها لوجه وتركونا يعني وجها لوجه مع الدمار والفقر والإرهاب والجوع. وشدد على إن حماية السكان المدنيين يستحق اهتمام. وقال زملائنا الغربيون اللي فضلوا مؤخرا، وبيتكلم على أمريكا، اختزال أي نقاش حول أفغانستان في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان. أمريكا ما بتتكلمش، اللي بيحصل في أفغانستان محدش بيتكلم عنه، الناس ساكتة. طالبان بتطحن شعبها، يجب أن يتم تذكيرهم بالأفعال غير المسؤولة من جانب أمريكا وحلف شمال الأطلسي التي نفذت بانتظام غارات جوية عشوائية على الأفغان المدنيين. وأشار إلى المداهمات الليلية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. دي فضيحة لأمريكا كبيرة جدا من روسيا، كأنها رسالة للعالم ما تتكلوش قوي على أمريكا، لأنها في أي لحظة ممكن تسيبكم وتروح انها تعمل اتفاق مع ألد اعدائكم عليكم انتوا شخصيا. ملهاش امان، هي ملهاش امان، هو ده اللي عايز يقوله لنا. اخر حاجة معانا، كان في حريق في مصر من شوية في اسكندرية، حريق هائل يلتهم ملهى ليلي شهير في الاسكندرية. كانت الاخبار بتقول ان الفندق اللي جنبه هو اللي ولع، ولكن طلع الملهى الليلي اللي جنب الفندق هو اللي ولع. اندلع حريق هائل مساء اليوم الاثنين بملهى ليلي شهير بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزة اول شارع اسكندرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران. وتلقى قسم شرطة المنتزة اول بلاغ يفيد نشوب حريق في اسمه ملهى ليلي كريزي هاوس بجوار فندق هيلتون سيدي بشر بالقرب من طريق الكورنيش. وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات اطفاء و3 سيارات اسعاف لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق في الملهى المشار اليه ما اسفر عن تفحمه بالكامل وتصاعد ألسنة الدخان. وبتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق واخماد النيران ومنع امتدادها للمحلات المجاورة. هو مجرد سؤال، هل الحريق ده حصل بالصدفة ولا يتحط جنب الحرائق اللي حصلت قبل كده؟
والله اعلم. بكده نكون انتهينا، شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. وعزائي لاخواتي وحبايبي العراقيين، طبعا شهد النهاردة ناس ماتت كتير وفي ناس مصابين، نتمنى لهم الشفاء العاجل. وكمان قلبنا مع ليبيا في اللي بيحصل، كل الدول العربية رجعت تتقلب تاني، يبقى فيها مشاكل من الأول، كأنهم مش عايزيننا نتهنى نعيش يوم عيد في سلام. شكرا وأشوفكم بخير.